قال الرب يسوع المسيح: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. وبجد مفيش غيره، لا قبله ولا بعده، يقدر يقول أنا أريحكم، لأنه هو وحده اللي حمل أتعبنا وحس بيها على الأرض، وهو الله الظاهر في الجسد، وكمان هو اللي حملها على الصليب لما أثامنا وخطايانا وأمراضنا. سدد ديوني اللي عليا، حررني من كل خطأ. شكرا. ضامن معاه الأبدية، ما فيش دموع دموع أبدا، فرح في فرح على طول بيسوع، فرح وما فيش من تاني دموع، فرح في فرح على طول بيسوع. مبارك اسمك.